عموما ننتقل إلى خبر آخر أيضا في هذه الجولة. ممثل يناميد يدعو الحركات المسلحة الممانعة للالتحاق بالسلام. دعا الممثل الخاص المشترك لبعثة اليوناميت بدارفور جيرمايا مابولو خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء بمقر برنامج الأمم المتحدة الحركات المسلحة التي لم تلتحق بعد بعملية السلام إلى اغتنام الفرصة التاريخية والالتحاق بطاولة المفاوضات، وأعرب عن أمله في أن توفر المفاوضات فرصة متكافئة للاستماع لجميع وجهات النظر وتقديم التنازلات من أجل الشعب السوداني وتطلعاته للحرية والسلام والعدالة. وأوضح ضرورة عمل الحكومة والمجموعات المسلحة مع الأمم المتحدة والعاملين في الحقل الإنساني لدعم الوصول للمناطق النائية في دارفور على وجه التحديد لضمان وصول المساعدات الإنسانية في وقتها وبطريقة فاعلة، مشددا على أهمية سير عملية السلام قدما. وأبان أن وضع حقوق الإنسان لا يزال يشكل هاجسا، وأنه يجب دعم مبادرة الشعب السوداني والتصدي لهذه المشاكل في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني لن يتغير بمجرد اتفاق، بل إن الأمر يحتاج إلى وقت. وأوضح أن عودة النازحين لا تزال في حاجة إلى الاهتمام بالوضع الإنساني، مضيفا أن أي سلام يتم التوصل إليه سيكون هو نقطة البداية. يعني كأنما الحديث او هذه او هذا الحديث فيه رسالة مباشرة للسيد عبد الواحد نور، يعني نعم. للالتحاق بـ 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 بعملية التفاوض في جوبا. وأيضا لفت نظري نقطتين، هو تحدث عن أمله في أن تكون فرصة المفاوضات فرصة للاستماع لجميع وجهات النظر وتقديم التنازلات. إلى أي مدى نحن نستبشر خيرا في الحكومة الانتقالية وفي حركات الكفاح المسلح أنه هي فعلا سيستمع كل منهم للآخر ويقدمون التنازلات لأجل مصلحة الشعب السوداني؟ والله أنا بفتكر هو حديثه حديث طيب جدا جدا، وحديثه مقرون بأنه هم مددوا لهم لحد 2020، وأنه نحن خلاص يعني فترنا حق الناس يكفلوا الملف ده، وأنه الظروف الآن مواتية لحركات الكفاح المسلحة أن تعود للسلام. أنا بفتكر أنه الحكومة الانتقالية وفقا لتكوينها وفقا لشرعيتها وفقا لقاعدتها المنطلقة منها ما عندها حاجة أصلا تتمسك أو تتشدد فيها. التنازل مطلوب بشكل أساسي من الحركات الكفاح المسلح، لأنه أي حركة يعني عندها أجندتها أو عندها أهدافها لدارة تحقيقها. أنا بفتكر لأنه الضامن الأساسي هو النظام السياسي السوداني اللي حيتكون بناء بعد توقيع السلام، حيكون دستوري اللي حيحدد شكل الحكم وشكل الانتخابات وشكل كده وشكل كده وكده. فالنظام ده كأننا كلنا نحن وحركاتنا المسلحة الآن أصبحنا في مركب واحد، فإما أن تعبر بنا وإلا إذا لا قدر الله غرقت بعد ذاك، إذا في ناس دارين يمشوا لكفاح المسلح مرة أخرى يمشي. لكن الآن أنا يبدو أنا بفتكر أنه الراجل ده أشار إلى حتة أساسية أنه نحن نستمع، والحركات يجب أن تقدم تنازلات يعني كثيرة جدا جدا، لأنه يعني ممكن أن تسهم في إحلال عملية السلام. طيب أستاذ الشيخ، بالأمس القريب يعني خروج التدريج لقوات يوناميد في ولايات مختلفة في غرب السودان، تم إنزال عن الولايات المتحدة وأيضا الاتحاد الإفريقي ورفع علم السودان. يعني على صعيد هذا الخروج التدريجي، هل يبشر بإحلال عملية السلام ويضيف إلى ملف التفاوض وملف قائمة الدول الراعية للإرهاب، ممكن أن يسهم إسهام حقيقي في رفع تقارير جادة تمهد لإحلال عملية السلام في المراحل القادمة أكثر؟ طبعا هم أصلا ناس الاتحاد الأفريقي والقوات المشتركة ما يعني ما كان أصلا بيبدو يصف في وجود لو ما لمسوا يعني التطور على أرض الواقع. الآن الحركات الممانعة في الدخول في عملية السلام وغير والمندمجة في عملية السلام جميعها الآن الشامل، ليس هناك نشاط مسلح الآن يعني إلا تفلتات وكذا وكذا، حتى عبد الواحد وكل الناس هم الآن في وقف إطلاق نار. فيبدو أنه يعني الانسحاب ده برضو عشان يخطوا الناس قدام مسؤولياتهم التاريخية، تحمل المسؤولية.